هيئة الإمداد والتمويل. شعارهم انضباط إنتاج تعاون لتحقيق العمل الدائم والعطاء المستمر لتحقيق التأمين الإداري للقوات أثناء أعمال القتال خلال مراحل المعركة. والجدير بالذكر مشاركة هيئة الإمداد والتموين بالاشتراك مع قوات المظلات في توفير الاحتياجات الإدارية لشعب فلسطين الشقيق باستخدام عبوة الإمداد A22 بواسطة مظلة الإمداد المتوسط. وفي إطار التدريب التخصصي الراقي صدرت الأوامر لطلبة القسم النهائي من الأكاديمية والكليات العسكرية بالاستعداد لتنفيذ المهام النزول من معدات القتال. اتخذت جميع العناصر من الطلبة المقاتلين أوضاعها الابتدائية أمام المعدات استعداداً لتنفيذ المهام المكلفين بها. المعدل الأول: تجهيز المعدات للعمل. يقوم الآن طلبة القسم النهائي من الأكاديمية والكليات العسكرية بإعداد وتجهيز المركبات والمدرعات والمعدات التخصصية للعمل بالأسلوب الأمثل وطبقاً للمعدلات القياسية التي تدربوا عليها خلال دراستهم العملية والتي تظهر مستوى عاليا من التدريب استعدادا لتنفيذ المهام المكلفين بها. تمت جميع العناصر تجهيز المعدات للعمل. المعدل الثاني: إبطال المعدات التخصصية استعداداً للتحرك. يقوم الآن طلبة القسم النهائي من الأكاديمية والكليات العسكرية بإبطال المركبات والمدرعات والمعدات التخصصية بالأسلوب الأمثل وطبقاً للمعدلات القياسية التي تدربوا عليها خلال دراستهم العملية والتي تظهر مستوىً عالياً من التدريب استعداداً للتحرك. إنها منظومة عمل متكاملة لإعداد وتجهيز كافة الأسلحة والمعدات في الزمن المحدد وطبقاً لأعلى درجات الجاهزية القتالية. كما يعكس المعدل النيراني العالي وقوة الضربة والقدرة السريعة على المناورة كمكون عام لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة.